ماضون، لكننا لهم نحن بالمرصاد دوما. لا تحقيرن شيئا حتى لو كان فأرا، إن كنت أنت بطلا فانزل إلى الميدان. عندي يا هذا عقل لا تستهن بعقلي، عندي عزم وصبر ووقوده الإيمان. صفوا صفا متوحدين دوما، فالأعداء قد دبروا في ليل أمرا. إنهم عازمون للقتال ماضون، لكننا لهم نحن بالمرصاد دوما. كيف هي الأمور؟ هل رصدتم أي تحركات للقطار؟ كل شيء يصير على ما يرام. عليكم أن تتوخوا الحذر، لأنني أخشى أن يشنوا هجوما مضادا. ماذا أيها القائد؟ ولكنهم تكبدوا خسائر فادحة. لا داعي للتهور، كل شيء ممكن، عليكم أن تكونوا حذرين، مفهوم؟ حاضر. لا، انظروا هناك. سأريهم كيف تكون القيادة. إنها جيوش القطط، أسرعوا فليتأهب الجميع، هيا بسرعة. حاضر. استعدوا للمواجهة، لقد وصلوا، لقد وصلوا، استعدوا للمواجهة. استعدوا للمواجهة، هيا بسرعة. هيا لقد وصلوا بأعداد كبيرة. من أمر يا صفور؟ انظر بنفسك. انظروا جيدا، عددهم ليس كبيرا. حسبت أنهم لن يجرؤوا على العودة مرة أخرى. كلا، إنها فرقة النخبة، عددهم ليس كبيرا، لأننا أتلفنا مخازن الحبوب المخصصة للجيش، ولم يعد بإمكانهم تأمين الطعام للجنود، والكمية المتبقية لا تكفي لهذا العدد. فكور على حق، أترون هذا؟ علم مملكة القطط، مما يعني أن الحاكم سيخوض المعركة إلى جانب جنوده. ماذا؟ إذا تمكننا من القبض على الملك ستستسلم القطط على الفور بالتأكيد. سأذهب لأتأكد بنفسي ما إذا كان الحاكم برفقتهم. لا داعي للتهور يا نادر. إنه نادر المتسرع دائما. لا بأس، دعه يتأكد بنفسه ما إذا كان الملك برفقتهم، وهكذا علينا أن نجد سبيلا للقبض عليه. إنه الحاكم. ماذا يفعل هناك؟ يريد التأكد ما إذا كنت برفقتكم. لا بأس، كنت أريد أن يعرفوا أنني برفقتكم. لا يجوز أن ندعه يفلت منا بهذه السهولة، علينا أن نلقنه درسا. هيا هاتوا سهما شراعيا. هيا. لا. سيصيبه السهم. صحيح. هيا انزل بسرعة، انزل هنا. ابتعدوا من طريقي، ابتعدوا. يا له من سهم فعال، كنت على وشك أن أرتطم بالأرض. ما الذي يجري؟ هل كان الحاكم برفقتهم؟ نعم، رأيته بأم عيني. علينا أن نلقي القبض عليه مهما كلف الأمر. أيها المقاتلون استعدوا للهجوم. إذن هيا بنا لنسترجع المدينة. هجوم.
هل رماة السهام جاهزون؟ هجوم! أيها الجنود توقفوا! توقف! ما الذي يجري؟ لماذا توقفوا هكذا؟ هيا أطلقوا! لكنهم بعيدون وليسوا في مرمى السهام، ولا يمكنهم مهاجمتنا أيضا. يا للهول، لعلهم يملكون أسلحة أكثر قوة. فليتقدم رماة السهام. أطلقوا حالا. هيا مطر. السهام تفقد قوتها عندما تصل إلى هنا. لا داعي للتهور يا نادر. أيها الرماة أطلقوا السهام مرة أخرى، علينا أن نقضي عليهم. الرماة استمر بإطلاق السهام بينما يرافقني الباقون لنشن الهجوم. هيا تقدموا بسرعة. هيا هيا ماذا سنفعل يا فواز؟ لا يمكننا أن نتصدى لهم أو حتى أن نقبض على الملك. علينا أن نخرج لمواجهتهم يا صفور، إنه الحل الوحيد لدينا. نعم، يمكننا أن نرسل الفرقة لتشتبك معهم، وأنت قم بقيادة الفرقة وشن هجوما مضادا. حاضر. إنها المرة الأولى التي نستخدم فيها فرقة عربات الصدم الصاعق، إنه لشرف لي أن أتولى قيادتها. توقفوا. أتريد الفئران مواجهتنا؟ ولكن ما هذا؟ عربات الصدم الصاعق، هيا! إلى أين تذهبون؟ أطلقوا السهام أيها الرماة حالا، هيا! أسرعوا، لا تدعوهم يفلتوا. انسحبوا، توقفوا وعودوا إلى أماكنكم، هذا أمر مني. سينتهي أمرنا، من الأفضل أن ننسحب. علي أن أسترجع المدينة اليوم. أنا سوف أغادر في الحال. عودوا إلى هنا بسرعة، عودوا، لن نخسر الحركة. قلت عودوا. ما الذي يحصل؟ هل هزمت أنت يا بنوار؟ ارحل في الحال أيها الحاكم، فهذا الوحش الحديدي مخيف. محق، حان وقت الرحيل. هل انتقلنا إلى الخطوة التالية؟ إنه الحاكم، من المخزي أن يجلس على كرسي من الخيزران، اقبضوا عليه. يبدو أن زرور قد أحسن صنعا، أتمنى أن يقبض على حاكم القطط. علينا أن نتوخى الحذر يا صفور،
إن واصلنا تقدمنا سنصل إلى القنوات والخنادق، ولن تتمكن فرقة عربات الصدم من اجتيازها، وإذا رصدت القطط لنا كمينا في تلك البقعة سيكون الوضع خطيرا. لا تبالغ في الحذر يا فكور، إذا فر الحاكم هاربا ستفر القطط معه. علينا أن نجمع الفرق المتقدمة لنقضي عليهم. هيا اهجموا، لن يفروا بهذه السهولة، إنه كمين. ما هذه الطريق؟ إنها وعيرة. اصبر قليلا أيها الحاكم، هذه الطريق لن تمكن الوحش الحديدي من التقدم، وإلا كان من الممكن أن نقع في أصل الفئران. أعلم هذا. لقد علقت العجلات، الطريق وعرة ولن تتمكن آليات الصد من التقدم أبدا، هذا مستحيل. لم توقفت يا زروق؟ عليك أن تواصل الهجوم. لا يمكنني ذلك، لقد علقت العربات. انزلوا وواصلوا تقدمكم سيرا. لا تتجادلا، هل تسمعني هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ أنا لا أعرف، لا أسمع شيئا. لقد وقعنا في الفخ، لم يرسلوا فرقة واحدة للقضاء علينا، بل أرسلوا فرقتين للقضاء علينا. ماذا؟ هل أنت واثق من ذلك؟ سمعه ثاقب جدا ولا يمكن أن يكون على خطأ. يقود بنوار فرقة أخرى، ومن الممكن أن يهاجمون من الخلف. لقد استدرجونا إلى هنا ليحاصرونا، وهكذا نكون قد وقعنا في الفخ الذي نصبوه لنا. استخدموا 3 فيالق ونحن استخدمنا فيلقين. الخطأ كان خطأي، كنت متهورا. فلنعد أدراجنا، لم يفت الأوان بعد، هيا بنا. إذا عدنا أدراجنا سيتمكنون من اللحاق بنا، لا داعي للقلق. عرفت نقطة ضعفهم. نقطة ضعفهم؟ انظروا هنا، نحن الآن في هذه البقعة، ستهاجمنا الفرق 3 من 3 اتجاهات. ولكن ألم تلاحظوا قبل أن يحاصرونا أن كل الفرق كان عددها أقل منا؟ يقول الفيلسوف يمكننا أن نشكل فريقا متحدا في الوقت الذي ينقسم فيه العدو إلى عدة فرق صغيرة، وهكذا يمكننا أن نتغلب عليهم. كل شيء جاهز، ستكون معركة عنيفة، لذا ابذلوا أبصار جهدكم. سنتغلب عليهم بإذن الله. سنتغلب عليهم. خطتك تسير على أفضل ما يرام، حاصرناهم من 3 اتجاهات وعلينا ألا نسمح لهم بالفرار. سأقاتل بنفسي هذه المرة وسيكون سلاحي هو الأقوى. رائع جدا، من النادر أن أراك تنبض بالحماسة، هيا بنا. هيا مرحبا يا أصدقائي الصغار، استخدمنا مركبات الصدم الصاعق التي تعد من الأسلحة الفائقة القوة، وضعنا آمالا كبيرة على هذا السلاح، وأردنا أن نهزم جيوش القطط كلها دفعة واحدة، ولكننا فشلنا لأن المركبات كانت معدة للأماكن المسطحة ولا تسير في الأماكن الوعرة، فكانت النتيجة أن المركبات علقت في الطرق الوعرة المحيلة ولم تعد صالحة للقتال. فالحق يقال إن الطرقات الوعرة أفقدت سلاحنا العملاق قوته، ما يعني أننا لم نكن نملك فكرة واضحة عن ساحة القتال، كما أننا لم نكن مهيئين بشكل مناسب. لذا علينا دوما أن نستعد جيدا قبل أن نقدم على أي شيء مهم في الحياة. علينا على سبيل المثال أن نحفظ دروسنا جيدا قبل دخول الامتحان لنتمكن من الحصول على نقاط عالية. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة يا أصدقائي. أثناء حصارنا في قصر الحاكم ساعدنا كرار وثعلوبة من الانفجارات، وأرادا شكرنا وعلمانا التقنيات التي يتبعانها في تدريب فريق القطط ذات الأنياب الناتئة. يا زكور أرجوكم أريد أن أنام قليلا، لما لا تقاتلني؟ هيا.
أنا أشعر بالنعاس، ولكن ألم أنم شيئا؟ أتعلم شيئا؟ الكسل والنعاس أمران مرفوضان في الحروب. صفوا صفا متوحدين دوما، فالأعداء قد دبروا في ليل أمرا، إنهم عازمون للقتال.